طيب راح ابدا احكي عن الفور كوادرنت اوبريشن اللي مهم، بعدين راح نرجع نحكي عن البريكنج، فكره البريكنج كيف بعمل بريكنج غير. الفور كوادرنت اوبريشن المبدا الاساسي، اي درايف بتشتريه خصوصا اذا كان له هويست، البامب يمكن مش مهم كثير، البامب والفان مش مهم كثير، بس اذا عندي هويست او عندي سياره كهربائيه مثلا لازم نحكي عن الفور كوادرنت اوبريشن. بنربطه بالفور اف كيو، هذا الاكسس راح نحط عليه سبيد. السبيد ممكن تكون لينير او روتيشن، راح احطها انا هون روتيشن، فراح احط وحدتها ار بي ام، وهذا الاكسس راح يكون تورك نيوتن متر، وممكن تحطه فورس، بدك تحطه فورس بصير، بس اذا حطيت هون فورس بدك تحط هون لينير سبيد، اذا حطيت هون تورك بدك تحط هون روتيشنال سبيد، وهو يمكن الاحسن احط هون اوميجا، بس انا متعود على السبيد راح احطها بالار بي ام، بتذكر انه الباور هي مش ان في التورك، هي اوميجا في التورك، فبدك تتحول. هذا راح نسميه الكوادرنت الاول، نستعمل الرومان نيوميرالز، راح نستعمل هون رومان نيوميرالز ونسميه الكوادرنت الثاني، هذا راح نسميه الكوادرنت الثالث، وهذا راح نسميه الكوادرنت الرابع باستعمال رومان نيوميرالز، اوكي؟ وهدول الكوادرنتس الاربعه مهمين لانهم بيحكوا لي عن مودز مختلفه في البريكنج والدرايفنج. هلا خلينا نطلع، بدنا نحط هلا راح احط، خلينا اول شيء راح اخذ المثال اللينير وبعدين راح نحول على المثال الروتيشنال. فانا بحب دائما اخذ مثال السياره لانه اوضح للطلاب، بعدين بنروح على مثال الهويست. لو اخذنا سياره بغض النظر هاي السياره فيها دي سي موتور مع بطاريه او اي سي موتور مع انفرتر ما بيهمني، هاي السياره راح اجي افترض انا راح احول انا هون سبيد، راح احط بين قوسين لينير سبيد في المترز بير سكند، وراح احط هون فورس اف ووحدتها نيوتنز، بصير استعمل هاي او استعمل هاي، وراح احط الكونفنشن هون انه الاتجاه هذا بوزيتيف سبيد وبوزيتيف تورك بهذا الاتجاه ونيجاتيف طبعا بهذاك الاتجاه. هلا اجينا بدينا على تايم زيرو، وانا هون بدي امشي هاي السياره بهذا الاتجاه. هلا وانا بمشي السياره بعملها تسارع بهذا الاتجاه، ايش عمالي بعمل؟ بدي ازيد سرعتها مش هيك؟ واذا زدت سرعتها ايش عمالي بعطيها؟ كينيتيك انرجي مش هيك؟ مش عم بخزن فيها كينيتيك انرجي، فالفلو تبع الباور الى السياره ولا من الى اللود ولا من اللود؟ الى اللود. الفورس او التورك بهذا الاتجاه ايش؟ بوزيتيف، لانه احنا فرضنا انه هذا بوزيتيف، فراح افترض هون انه التورك او الفورس بوزيتيف والسبيد بوزيتيف. اذا ضربت بوزيتيف في بوزيتيف راح يعطيني بوزيتيف، والباور على وين عمالها بتروح؟ الى اللود. اذا هذا هو الكوادرنت الاول، عم بشتغل بالكوادرنت الاول. هلا بامكانك انت تحول اللي حكيته كله هون، هذا تفكر فيه كانه في محرك مركب على هذا العجل، حتى تفكر بتورك وروتيشنال سبيد. اذا احنا هون عندي الباور هون راح تكون بوزيتيف، ولما بقول الباور بوزيتيف يعني باور او انرجي فلوز فروم ذا باور سبلاي تو ذا لود، ولما تكون الباور نيجاتيف تي نيجاتيف معناها باور او انرجي فلوز فروم the load to the power supply. هذا بالضبط اللي بصير عندي بسيارة الهايبريد أو السيارة الكهربائية. السيارة الكهربائية إيش عم بيصير؟ طاقة عمالها بتروح وبترجع. أول شيء باخذ طاقة، إذا أنا طالع طلعة بالسيارة وعمالي بسارع فيها، إيش عم بضيف لها؟ كينيتيك إنرجي. الكينيتيك إنرجي وين بدها تيجي؟ بدها تيجي من الباور سبلاي، مضبوط؟ قديش قيمتها؟ هاف ام في سكوير. فإذا رفعت سرعة هاي السيارة، رفعتها لسرعة في وهي الماس تبعتها ام، راح يصير فيها هاف ام في سكوير، مضبوط؟ هلا فخلينا نرسم هون، راح نحط سبيد، راح نحط سبيد على هذا الاكسس ومشي هون كونستنت لحد هلا عندي النقطة هاي، ايش قررت اعمل؟ بدي اعمل بدي اوقف، مضبوط؟ هلا شو عمله بصير بالفترة هاي؟ ايش صار بالسرعة تبعت السيارة؟ راح تقل السرعة، وإذا قلت السرعة معناها ايش عم بقل؟ انرجي، أي انرجي؟ كينيتيك انرجي. طب وين بدها تروح هاي؟ رح ترجع، رح يصير عندك باور فلو نيجاتيف. طيب السبيد ضلت بوزيتيف؟ طب ما هو عم بتباطئ. اذا السبيد ايش؟ لساها بوزيتيف. السبيد لسه بوزيتيف، هو مضبوط الاكسلريشن نيجاتيف بس السبيد لسه بوزيتيف، بس شو اللي لازم يصير نيجاتيف حتى تتباطئ؟ الاكسلريشن. الاكسلريشن كيف راح احققها؟ التورك او الباور، تمام. اذا وين انتقلت الان؟ شو صار التورك عندي؟ نيجاتيف. التورك صار نيجاتيف، اذا انا انتقلت هون. بس السبيد من وين انا؟
والباور ايش هلا؟ اذا صرت الكوادرنت الرابع، اذا هون انا الكوادرنت الرابع وهون الكوادرنت الاول، بي بوزيتيف وهون بي نيجاتيف. اوكي؟ طيب لو هاي سياره كهربائيه وفيها بطاريه وين راح تروح الطاقه؟ راح تنشحن البطاريه. لو انا ما عنديش بطاريه وبعرفش اشحن البطاريه وحطيت مقاومه، وين راح تروح الطاقه؟ راح تضيع في المقاومه، راح تحمل المقاومه وضاعت الطاقه، او بخزنها البطاريه، وهذا المفروض يصير بالسياره الكهربائيه الصحيحه. اذا وقفنا هلا هون، طيب هلا بدي اعكس الاتجاه، بدي ارجع. اوكي؟ راح احط هيك هلا، انا بس نزلت هنزول عشان اقول انه سبيد ايش صارت هلا؟ مش عم بمشي بهداك الاتجاه؟ طيب ايش عمالي بعمل بسرعه السياره؟ عم بتزيد سرعة السيارة مش هيك؟ إذا شو راح يصير هلا الطاقة الكينيتيك انرجي اللي فيها بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف مضبوط؟ هاف ام في سكوير، هل ممكن تصير الكينيتيك انرجي فيها نيجاتيف؟ ما في شيء اسمه نيجاتيف. إذا هل عم بتزيد الطاقة فيها وهي رايحة هناك؟ إذا الباور من وين عمالها بتروح؟ من وين لوين؟ من السورس للود، لسه عمالي بزيد سرعتها رغم إن هي نيجاتيف سبيد. الجسم اللي بيتحرك بهذا الاتجاه سرعته في قديش الكينيتيك انرجي تبعته؟ طيب ونفس الجسم لما يتحرك بهذا الاتجاه قديش الكينيتيك انرجي الموجوده فيه؟ ماشي اوكي واضح لهي؟ اذا هنا اذا الباور فلو ايش راح يكون بهذا الاتجاه؟ بوزيتيف. التورك ايش اشارته؟ بوزيتيف. لا احنا لما هدينا سرعته ايش حطينا عليه تورك؟ مش عكسنا التورك؟ تمام؟ طب لما بدي ارجع هون ايش بدي اعمل؟ إذا حطيت عليه بوزيتيف تورك ايش راح يرد يعمل؟ لو انت حطيت عليه بوزيتيف تورك راح يعمل هيك. مضبوط؟ ايش لازم اعمل؟ نيجاتيف مش هيك بعمل له نيجاتيف تورك. إذا وين أنا صرت هلا؟ نيجاتيف تورك بس السبيد ايش؟ بالعكس كمان نيجاتيف، تورك نيجاتيف وسبيد نيجاتيف، وين صرت؟ في الكوادرنت الثالث. بالكوادرنت الثالث ايش الباور؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف في الكوادرنت الثالث؟ بوزيتيف. ليش؟ لأنه نيجاتيف ضرب نيجاتيف. أنا عكست التورك وعكست السبيد، فصار عندي نيجاتيف مضروب في نيجاتيف، شو صارت التورك؟ الباور بوزيتيف، إذا لاحظوا هون الباور بوزيتيف وهون الباور بوزيتيف. لأني عكست شغلتين. إذا الباور من وين لوين عمالها بتروح؟ عمالها بتروح من السورس إلى يعني كانت بس يعني أنا أكدت إنها نيجاتيف نيجاتيف، مش كل الدرايف بتقدر تعطيني كوادرنت 3 وكوادرنت 2. أوكي؟ الدرايف اذا بدي اشتري درايف بدي اقول هذا الدرايف كيبل اوف اور كوادرنت اوبريشن، اذا بدون ما استعمل كونتاكتر واعكس الاتجاهات هو بيقدر يعكس الاتجاه، هو بيقدر يعكس اتجاه الدوران. لحد ما اوصل النقطة ايش هلا بده يصير عند النقطة هاي؟ السبيد ضلت بوزيتيف ولا صارت نيجاتيف سبيد؟ نيجاتيف. سبيد لسه نيجاتيف ما صارت بوزيتيف، ايش الاكسلريشن صارت؟ بوزيتيف. مش هيك؟ مش السرعة اللي نيجاتيف صارت اقل نيجاتيف؟ معناها الاكسلريشن بوزيتيف، اذا التورك ايش راح يصير هون؟ بوزيتيف. اذا التورك عندي هون بوزيتيف والسبيد نيجاتيف، بوزيتيف تورك نيجاتيف سبيد وين صرت؟ نيجاتيف. الثانية الباور ايش؟ نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ عندي نيجاتيف مضروب في بوزيتيف، اذا ايش عمال بصير؟ نفس الشيء الكينيتيك انرجي اللي موجوده بدي اسحبها، بدي اخذها، بدي انزل السرعه، وهاي وين راح اشحنها؟ في البطاريه او ارجعها على السبلاي. هذا اسمه فور كوادرنت اوبريشن، هذا فول فور كوادرنت اوبريشن. اذا طلعت على دي سي موتور، لو عندي دي سي موتور بقدر اعمل فور كوادرنت اوبريشن باستعمال اتش بريدج. هذول السويتشز انا راسمهم ميكانيكال، بس هو فعليا شو راح يكونوا؟ اي جي بي تيز او موسفيتس. اي جي بي تيز ذكرنا كبير هون عندي. هلا لاحظوا لما بدي احط بوزيتيف تورك راح احط هون 1 و4، راح اسكر 1 و4. اذا سكرت 1 و4 راح يعطيني بلس بلس هون وماينس هون، وراح افترض انه هذا بيرمنت ماجنت عشان ما اضطرش افكر بالفيلد. اذا اعطيته هيك راح يعطيني بوزيتيف تورك، اذا بدي اعمل نيجاتيف تورك عليه ايش بعمل؟ بشغل 2 و3. اوكي؟ 2 و3 راح يعكس الفولتج، فراح يعكس التورك على السيستم. بس هو مش هلا المحرك مش معنى اذا حطيت عليه بوزيتيف تورك انه سرعته راح تكون بوزيتيف، لانه في اللحظه اللي حطيت عليه فيها شو كان لسه عماله بيتحرك؟ هي طلعوا هون عند النقطه هاي كان هو بيتحرك بوزيتيف مش هيك؟ بلوف بوزيتيف. حطيت عليه نيجاتيف تورك بس سرعته مباشره صارت نيجاتيف؟ لا صارت.
فممكن يكون عندي لحظه معينه اكون هون واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف، عمالي بعمل بريكنج هون، ايش بعمل؟ بريكنج هون، بريكنج هون، موتري وهون موتري. اذا هذول بنسميهم فورورد موتري وهون بعمل ريفرس موتورينج. موتورينج يعني انه الطاقة المحرك عماله بيشتغل كموتور، هون راح يصير يشتغل كجنريتر، سواء كان اندكشن او سواء كان دي سي موتور، هون راح يصير جنريتر. وهون عندي هذه السرعة هون بوزيتيف، هاي بنسميها فورورد بريكنج. يعني هو ماشي فورورد بس عم بعمل عليه بريكنج. وهون راح اسميها ريفرس. اوكي ماشي. اذا هون عندي صار عندي فور كوادرنتس، اثنين منهم موتورينج، اثنين منهم بريكنج. لاحظوا انا ما غيرت الكونكشنز تبعت المحرك، لما بدي احول من بريكنج لموتورينج شو بعمل؟ بشغل واحد واربعه بطفيهم، بشغل اثنين وثلاثه بطفيهم، وبعمل بلس موديليشن كمان اذا بدي. بس اني بشغل الاثنين اللي بشغلهم هم بيعملوا لي موتورينج اوت.